السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناة التشتوشي. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة جميلة هنعملها مع بعض. قبل أي شيء نسمي الله، نصلي على سيدنا محمد، نبدأ نعمل اشتراك في القناة. الناس اللي لسه بيشوفونا لأول مرة، تأكد تماما إن لما هتعمل اشتراك في القناة وتسيب تعليق، إن شاء الله بأسرع وقت هيترد لك في قناتك باشتراك عشان الكل يكبر مع بعض. إن شاء الله النهاردة هنعمل أجمل بانيه مقرمش مقلي بطريقة كنتاكي. عندنا كيلو صدور بانيه متقطعة شرايح زي ما حضراتكم كده شايفين، وعندنا توابل اللي هنبدأ نتبل بيها البانيه: توم باودر، بابريكا، كزبرة، بشرة جوز الطيب، فلفل أسمر، ملح، 7 بهارات، جنزبيل، بصل بودر، قرفة. هنشوف هنقدر نعمل ايه بالمكونات دي كلها. وعندنا كمان 1 كوباية لبن حليب. هبدأ اجيب بولة وهنزل بكل البانيه اللي عندي، وهنزل بكل التوابل اللي موجود، وهنبدأ نقلبه كويس قوي. بعد ما اتأكدنا ان كل قطعة خدت التتبيلة بتاعتها، هنبدأ نضيف عليها اللبن، وهنسيبها في التتبيلة لمدة 2 ساعة. وهنبدأ الخطوة اللي بعديها ازاي نعمل تتبيلة الدقيق والخلطة اللي هنعملها علشان تطلع مقرمشة بالشكل اللي احنا عايزينه. تابعونا أثناء عملية القلية والتتبيل الدقيق. هنبدأ إن شاء الله دلوقتي عملية تتبيل الدقيق. زي ما حضراتكم كده شايفين، عندنا البهارات اللي هنحطها على الدقيق علشان نتبله علشان تطلع مقرمشة. عندنا بابريكا، عندنا 1/2 معلقة ملح، 1/2 معلقة كزبرة، 1/2 معلقة فلفل أسود، 1/2 معلقة توم باودر، 1/2 بشرة جوز الطيب، 1/2 بصل باودر، 1/2 كركم، 1/2 قرفة، 1/2 جنزبيل، 1/2 بهارات لحمة. تابعونا وشوفوا ايه اللي هيتم ان شاء الله. نبدأ اجيب بولة كبيرة، عندي 2 كوباية دقيق، بضيف ليهم 1 كوباية نشا، وابدأ انزل عليهم بكل البهارات اللي عندي. بجهز عدد 2 بيض، احط عليهم ذرة فلفل اسود، ذرة ملح، قبل ما انزل بالبانيه في البيض اتفرجوا هنعمل ايه مع بعض. زي ما حضراتكم كده شايفين، بجيب كيس بلاستيك ابيض، ببدأ انزل بكمية الدقيق اللي احنا حطيناها وعملنا لها البهار بتاعها في الشنطة دي. زي ما حضراتكم كده شايفين، هبدأ انزل عليهم دلوقتي بالبانيه بتاعي، وهعمل لحضراتكم ان انا ادي كمية هوا كده جوه. تبل من جميع الاتجاهات. هنعمل ايه دلوقتي؟ ده شكل البانيه يا جماعه بعد ما ايه حطيناه في التتبيله بتاعته. هنبدا دلوقتي نضيف له البيض. نجيب بوله ثانيه، والبيض اللي احنا جهزناه هننزل بيه كله هنا، وهنضيف له 1/2 كوباية خل. هنبدأ ننزل بالبانيه تاني في البيض.
هنقلبه تقليبة جامدة. زي ما كده شايفين البانيه قلبناه كله تاني بعد الدقيق، حطيناه في البيض بنفس الشكل. نبدأ دلوقتي نرجعه تاني لنفس الشنطة اللي احنا عملنا فيها تتبيلة الدقيق في الاول. الدقيق موجود اهو، هنبدأ نرجع البانيه كله زي ما حضراتكم كده هتشوفوا مرة تانية. هنشوف بعد الطريقة دي احلى طريقة لعمل بانيه بطريقة كنتاكي. تابعونا في عملية القلية. زي ما حضراتكم كده شايفين الطبق عامل ازاي والقطع عاملة ازاي، وانتظرونا في عملية القلية واحلى شكل ان شاء الله. الطبق ده هنحطه دلوقتي حوالي ساعة في الفريزر وبعد كده هنطلعه علشان عملية القلية. تابعونا. بعد ساعتين طلعناه من التلاجة، البانيه بقى بالشكل ده. هنبدأ نقلي في زيت متوسط. لو حابين يكون اللون ذهبي يا ريت ما نغمقوش قوي ونطلعه يكون فاتح، لان لما بيقعد البانيه او الكبده او اي حاجه بتتقلي بتغمق بعد 5 دقايق من خروجها من الزيت. تابعونا في الشكل النهائي. بنكتفي باللون الجميل ده علشان نقدمه بشكل افضل من المحلات. تابعونا.